إذا كان الاقتصاد هو المحرك الأول لكل التغيرات السياسية والاجتماعية، فإن المغرب يشهد ثورة وقفزة عملاقة في عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستغير وتزين ملامح الاقتصاد المغربي. مشاريع كثيرة تشهدها البلاد استهدفت البر والبحر. هذه أهم المشاريع الكبرى في المغرب التي ستغير ملامح الاقتصاد المغربي. يشكل المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط بنية للعلاجات من الجيل الجديد بمعايير هندسية عصرية وعلاجات ذات جودة لفائدة المواطنين وتكنولوجيات متطورة جديدة مدمجة. وستبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الجديد 1044 سريراً موزعة بين 670 سريراً للاستشفاء الكامل، 148 سريراً في وحدات العناية المركزة والإنعاش، منها 30 سريراً لعزل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، 101 سرير بالمستشفى النهاري، 12 سريراً في وحدة الحروق الكبرى، 8 سرير في وحدة الطب الإشعاعي، 15 سريراً في وحدة المستعجلات الاستشفاء قصير الأمد، 90 سريراً في العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين. وهو أول مشروع يمكن الحديث عنه في هذا المجال، مشروع برج محمد السادس بمارينا وادي أبي رقرق الذي يفصل مدينة سلا عن العاصمة الرباط. ويتألف برج محمد السادس بالرباط من 55 طابقاً ليصنف بذلك كأعلى برج في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه 250 متراً وعرضه 35 متراً، وستتولى تشييده مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وفي الجانب المتعلق بالبنية التحتية، يعد طريق السريع تزنيت الداخلة هو واحد من بين المشاريع الرائدة الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. والمشروع يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومتراً بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، وقد تجاوزت نسبة تقدم أشغال أنجازه حتى الآن 70%. وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، فإن هذا المشروع المهيكل يهدف إلى تزويد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمحور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة. كما تهدف هذه الطريق إلى تقليص مدة التنقل وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب، مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع، فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات. كما أن الطريق السريع سيجعل المنطقة قبلة للاستثمارات، وسيسهل على مجموعة من الشركات إنشاء فروع إقليمية لها بالمنطقة، لأن الطريق سيسهل عملية تنقل البضائع والأشخاص. بعد نجاح تجربة القطار TGV الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، المغرب يسعى إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، ويهدف في وقت أول إلى إنشاء خط يربط بين الدار البيضاء وأكادير، ويمر عبر مراكش، أي ما مجموعه 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة. والحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمشروع القطار السريع مراكش أكادير، على اعتبار أنه مخطط ضخم سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد. كما أن الملك محمد السادس كان قد دعا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء إلى إخراج مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير إلى حيز الوجود، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية جهة سوس ماست، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية.
وهو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوسن، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة، كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضعه ضمن رؤيته المستقبلة لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالمغرب. يعمل العمال والمهندسون المغاربة على قدم وساق لإنهاء مشروع ضخم ينتظر منه أن يغير المعالم الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية، إذ تتقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط لتصل اليوم إلى نسبة 85%. يندرج مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس لتطوير الجهة الشرقية، إذ من المرتقب أن تنتهي أشغال البنية التحتية بداية النصف الثاني من السنة المقبلة. ولميناء الناظور غرب المتوسط وظائف متعددة، فهو مشروع ضخم لميناء كبير بمياه عميقة، وبنية قوية لمعالجة الحاويات، ومنصة استثمارية تضم منطقة حرة لاستقبال المهن المينائية. سيمكن المشروع في مرحلته الأولى من معالجة ما يزيد عن 3.5 مليون حاوية، ومعالجة 25 مليون طن من المحروقات، وسيوفر رصيفاً للمواد الصلبة بطاقة استيعابية تفوق 7 مليون طن، ورصيف للبضائع المختلفة بطاقة استيعابية تفوق مليوني طن. سينضاف الميناء إلى خارطة الطرق البحرية العالمية، ويصبح عامل جذب حقيقي للاستثمار، ما سيعطي انطلاقة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمثل ميناء الناظور غرب المتوسط علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة. تقع مدينة زناتة البيئية ما بين العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة الإدارية الرباط، موقع مميز وسط قطبين رئيسيين في المملكة المغربية. وتمتد المدينة البيئية زناتة على مساحة 1830 هكتاراً، وواجهة بحرية تزيد عن 5 كيلومتر. تستفيد المنطقة أيضاً من البنيات التحتية واللوجستية الأساسية، منها الطرقية والسككية والجوية، وهذا ما يضمن لها ارتباطاً جغرافياً مثالياً. تمتد زناتة طولاً على مسافة 5.3 كيلومتر على ساحل المحيط الأطلسي، و 3.5 كيلومتر عرضاً انطلاقاً من المحيط في اتجاه الطريق السياري الرابط بين الدار البيضاء والرباط. بمواصفات عالمية تحترم فيها الجودة والبيئة، انطلق مشروع مدينة زناتة المتكامل، والذي يجمع ما بين توفير سكن مميز بالقرب من الدار البيضاء، وخلق فرص شغل وفضاءات بيئية وسياحية ستشكل متنفساً لسكان البيضاء والمحمدية. المدينة الجديدة زناتة تسعى إلى إحداث 100,000 فرصة شغل، واستضافة 300,000 نسمة. طبقاً للمعايير الدولية للتنمية المستدامة، حصلت مدينة زناتة البيئية من خلال فعاليات كوب 22 التي نظمت في مدينة مراكش على علامة التمييز، وقدمت نفسها كأول مدينة تحصل على هذه العلامة. مشروع القطب المالي بمدينة الدار البيضاء الذي سيغير معالم وملامح هذه المدينة ليحولها لمدينة ذكية تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث يعتبر القطب المالي للدار البيضاء مركزاً اقتصادياً ومالياً إفريقياً يوجد في مفترق القارات.
ويعد كأول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسية ومقدمي الخدمات والشركات القابضة. ويعد كأول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسية ومقدمي الخدمات والشركات القابضة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.